السلام عليكم، مساكم الله بالخير. خلينا نضبط البتاع. ايوه، امس انا طرحت موضوع الجزء الثاني من موضوع الحسابات الادخاريه والودائع، ومن خلال الاسئله اللي وصلتني واضح انه يبدو اني انا شرحت الموضوع بسرعه. كان عندي واحد مزعج وما زال يمارس ازعاجه كمان. بالنسبه للحسابات الادخاريه، قلت لكم انا في السنابات اللي بالامس انه افضل طريقه انك تفهم موضوع الحسابات الادخاريه انك تعرف كيف البنوك تشتغل. ايضا ذكرنا انه البنوك اليوم لما تحتاج فلوس عندها شيء يسمى الودائع او عقود المرابحه. وبشرح لكم الان، بعطيكم مثال. عقد الوديعه او عقد المرابحه، بنبدا بعقد الوديعه اولا لانه هو اسهل. تروح البنك تقول لهم انا بحط عندكم 100,000 لمده سنه، البنك يقول لك انا بعطيك 3%، يعني ال 100,000 بعد سنه، يعني أعطيتهم 100,000 وتخلي 100,000 عندهم لمدة سنة، بعد سنة تأخذ 103,000 ريال. خلال هذه المدة أنت ما تقدر تسحب المبلغ، إذا سحبت المبلغ راح عليك الربح، وبالتالي أنت المفترض أنك أنت تربط المبلغ لفترة أنت تعرف أنك ما راح تحتاجها. يعني إذا أنت متوقع أنك أنت راح تحتاج الفلوس مثلا بعد شهرين، المفروض ما تربطها أكثر من شهرين. جيد. وإذا كسرت المبلغ، كسرت الوديعة هذه خلال مدة العقد، راح عليك الربح. وزي ما ذكرت لكم في السنابات الماضية أنه بعض البنوك تتيح لك كسر الوديعة وتعوضك بجزء من الأرباح وليس كل الأرباح التي تم الاتفاق عليها. جيد. بعدين جاءت البنوك الموافقة للشريعة وقالت إحنا الوديعة هذه لازم نخليها موافقة للشريعة. كيف نخليها موافقة للشريعة؟ عن طريق العقود المرابحة. بدل ما تعطيهم كاش وفترة محددة، صار الموضوع بدل ما تعطيهم 100,000 ريال، لا، أنت توقع معهم عقد أنك أنت تشتري بضاعة، قد تكون أسهم، قد تكون سلع، نحاس، بترول، اللي هو تشتري السلعة هذه وتبيعها على البنك بالآجل. نفس موضوع عقود التمويل، لما تروح تأخذ قرض من البنك موافق للشريعة يكون في سلعة في النص. عقود المرابحة كذلك، أنت قاعد تسوي العقد، أنت قاعد تقرض البنك. العائد زي ما قلت لكم حاليا سنويا من 2.5 إلى 3% حسب البنك وحسب التوقيت اللي أنت رحت له، حسب المبلغ، أشياء كثيرة. بإمكانك تتواصل مع البنك تقول لهم أنا أبغى أوقع معكم عقد وديعة أو عقد مرابحة. جيد. هذا فيما يخص موضوع الودائع. طبعا من عيوب الودائع أنك أنت لازم تعرف بالضبط متى راح تحتاج المبلغ. جيد. بينما لو أنت رحت قلت لهم لا أنا أبغى حساب ادخاري، فعادة وليس كل الحسابات الادخارية تعطيك مرونة أكثر، وفي المقابل العائد راح يكون أقل، لأنهم هم قللوا عليك شيء يسمى مخاطر السيولة. مخاطر السيولة أنك تحتاج فلوس وما تلقاها. فمثلا على سبيل المثال في مصرف الإنماء وبنك البلاد عندهم حسابات ادخارية تعطيك أرباح بشكل شهري، بحيث أنك أنت المبالغ تبغى تزيدها في أي وقت، تسحب منها أي وقت، كأنك تعامل مع حساب جاري، ويعطونك عائد. العائد هذا في الغالب يكون أقل من الوديعة. ليش؟ لأن الوديعة واضحة، الوديعة البنك يقدر يتصرف فيها، يعرف بالضبط المبلغ هذا قديش راح يقعد عندهم. بينما الحساب الادخاري فيه مرونة أعلى، في المقابل راح يكون العائد أقل. طبعا أنا لاحظ دائما لما نتكلم عن الودائع أو عقود المرابحة، بعض الناس يسأل يقول عقد المرابحة يعني هل يعني ذلك أنه أنا أشتري بضاعة فعليا وأبيعها على البنك؟ حقيقة لا، أنت تسوي كل شيء في الفرع أو عن طريق الأونلاين. يعني بالنسبة مثلا لعقد المرابحة، تروح البنك تقول لهم أنا أبغى أربط مبلغ بعقد مرابحة لمدة سنة. جوا الفرع أنت راح توقع على شراء السلعة، وجوه الفرع راح توقع على موضوع تفويض البنك في بيع السلعة، وأيضا يعني تقريبا تروح توقع 3 عقود كلها في داخل الفرع. أيضا ممكن تسويها أونلاين، بعض البنوك الحين صارت تتيح لك نفس الخدمة هذه عبر الأونلاين تبعهم. أيضا من الأسئلة اللي دائما تجي هو موضوع يا عاصم أنه 2-3% سنويا هذه ولا شيء. هذا طبيعي، لأن العائد المنخفض بسبب أن المخاطر أيضا منخفضة. إذا أنت تبغى عائد أعلى، أنت مضطر أنك تروح لأصول أعلى مخاطر. يعني على سبيل المثال، زيد من الناس يبغى يجمع مبلغ معين لشراء سيارة لمدة 3 سنوات. بدل ما يجمع المبلغ في حساب جاري ولا يأخذ ولا ريال على هذه المبالغ، 0 ريال يعني، أنت قاعد تأخذ 2-3% سنويا.
جيد، فبالتالي أنت تفكر في تكلفة الفرص البديلة، ماذا لو وضعتها في حساب جاري؟ إذا العائد صفر، بينما إذا أنا وضعتها في حساب ادخاري إذا راح يكون في عائد. ممتاز. خلاصة القول، إذا المبلغ اللي عندك مبلغ كبير أو مبلغ صغير، المهم إنه مبلغ محدد ما راح تجمع بشكل شهري وعارف متى راح تحتاجه، الأفضل بالنسبة لك اللي هي الوديعة أو عقد المرابحة. أما إذا هي مبالغ أنت ما تدري متى راح تحتاجها، الأفضل لك الحسابات الادخارية. جيد. طبعا بالنسبة للناس اللي يبغون يدخرون لفترات طويلة، هذا موضوع آخر راح نتكلم عنه بإذن الله، اللي هو الادخار لفترات طويلة. بالنسبة لموضوع الزكاة، زي ما ذكرت لكم أمس، البنك غير مسؤول عن دفع الزكاة عنك، فبالتالي أنت مضطر أنك أنت تدفع الزكاة بنفسك. فلو أنت على سبيل المثال ربطت مبلغ لمدة سنة وكان العائد 3%، إذن بعد سنة راح تطلع 2.5% ويبقى معك 0.5%. بينما لو ما ربطت المبلغ هذا، بدل ما تكون ربحان 0.5%، راح تكون إيش قيمة القوة الشرائية نزلت 2.5% اللي هي قيمة الزكاة. فالنهاية أنت تصنع قرارك بناء على المعطيات اللي عندك وبناء على احتياجاتك لهذه السيولة وأهدافك المالية. في ناس سألوني عن موضوع هل البنك الراجحي يقدم حسابات ادخارية؟ على حد علمي البنك الراجحي ما عنده الحسابات الادخارية. اللي أنا أعرفه اللي هو في بنك البلاد، أيضا مصرف الإنماء، أيضا أعتقد أنه السامبة عندهم منتج جيد أيضا يجنبك دفع الزكاة، لكنه لفترات 6 شهور وأكثر. نجي الجزئية اللي هي الجزء الثالث اللي كنت أنا بكلمكم عنه، اللي هو موضوع صناديق المرابحة. صناديق المرابحة باختصار شديد، تخيل شركة مالية عندهم حساب يجمعون فيه فلوس الناس ويربطون هذه المبالغ بعقود مرابحة أو ودائع حسب الصندوق، هل هو موافق للشريعة أو غير موافق للشريعة، والمبالغ هذه هم يربطونها ويحصلون على العائد. أنت بكل بساطة لما تحط فلوسك عندهم أنت تشتري عدد معين من الوحدات، وهذه الوحدات يرتفع سعرها باستمرار وبمخاطر منخفضة. لتبسيط الفكرة، أنا بكل بساطة معي مبلغ 100,000 ريال، 100,000 ريال هذه وضعتها في صندوق تبع شركة مالية تبع أحد البنوك، والصندوق موافق للشريعة، بالتالي فهو صندوق مرابحات. جيد. واشتريت الوحدة ب10 ريال. الوحدة الواحدة هذه بمجرد ما يصير فيه عوائد تلقى سعر الوحدة يرتفع. أنا اشتريتها ب10 ريال واشتريت بمبلغ مثلا 100,000 ريال، يعني قاعدين نتكلم عن 10,000 وحدة. 10,000 وحدة هذه يوم اشتريتها كان سعر الوحدة 10. بعد سنة لقيت إن سعر الوحدة بكل بساطة صار 10.30 ريال، يعني أنا ربحت 3%. لكن الجميل في موضوع صناديق المرابحة إني في أي وقت أبغى أسترد المبلغ أسوي استرداد اليوم، وخلال يومين عمل الفلوس في حسابي. أنا شخصيا أفضل صناديق المرابحة لسبب بسيط جدا جدا، اللي هو أنا شخصيا أفضل إني أجمع المبالغ الخاصة بالأهداف المالية القريبة، سواء مثلا أنت بتشتري سيارة بعد سنة أو ناوي تسافر بعد فترة معينة، أو حتى الأشخاص المستأجرين، إذا أنت مستأجر بدل ما تجمع الفلوس في حساب ما يعطيك ولا ريال حطها في صندوق مرابحة. طبعا من المهم معرفة أنه صناديق المرابحة أو الصناديق الاستثمارية عموما في حد أدنى للإشتراك الأولي وفي حد أدنى للإضافة أو الاسترداد. على سبيل المثال ممكن يكون قيمة الحد الأدنى للإشتراك المبدئي 5,000 ريال، وأي إضافة ما تقل عن 2,500 ريال، وفي حالة الاسترداد أيضا ما يقل الاسترداد عن 2,500 ريال. هذه يعني هذا مثال فقط. فبالتالي إذا المبالغ قليلة ممكن أن تجمعها على مدى شهور ثم تشترك في الصندوق، بمجرد ما تجمع الحد الأدنى للاشتراك. فعلى سبيل المثال إذا أنا أجمع 1,000 ريال كل شهر، معناته كل 3 شهور رح أسوي اشتراك واحد ب3,000 ريال، وهكذا. الآن طبعا الشركات المالية تبع البنوك تتيح لك الاشتراك عبر الأونلاين، وهذا يسهل عليك جزء كبير من العملية، يعني ما يحتاج تروح للبنك أو تروح للشركة المالية بنفسك. وأتمنى أن الآن الشرح واضح. الآن خلصنا الجزء الأول وخلصنا الجزء الثاني وخلصنا الجزء الثالث، تكلمنا عن كيف تعمل البنوك، تكلمنا عن حسابات الادخارية والودائع، وتكلمنا عن صناديق المرابحة أو صناديق أسواق النقد. زي ما وعدتكم إن شاء الله كل فترة راح أطرح مواضيع، وتذكروا أن المواضيع التي أطرحها
يعني الذي يغذيها هي أسئلتكم أنتم. شكرا لكم.